العفو له قيمة عالية في المجتمع، وهي قيمة محبوبة عند الله عز وجل، ومن صفة أخلاق المؤمن الصالح العفو. أستنتج: الذي يعفو عمن ظلمه وهو قادر على أخذ حقه منه يزيده الله عزا وجاها. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن أطفالي، يجب علي أن أدعو الله دائما، أن أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.